وجهي تعبان وعلاه قال راح اجيب خلطه. علاه ويني؟ لا هو ولا الخلطه. وصلت يا هدى، وصلت شنو هي خلطه زهره العنبر اللي قلت عليها يا زهر؟ خبرتي عليها قاعد تغير هذا الوجه الى كيكي. شنو فائده فوائدها؟ هذا الوجه شوفي لا ضربيني مش لا كلف لا هالاف لا ما اعرف شنو لا رؤوس سوداء كلها بهاي الخلطه. وهاي الخلطه احشاب لا بها مواد ضاره ولا ما اعرف شنو. مو بس هاي، هاي من واحد الطبيعه اللبنانيه. وهاي الوجه كم يوم يتغير؟ توقع كم يوم؟ كم يوم؟ من 3 ايام الى 5 ايام. هذا الوجه كله ينقلب يفتح الوجه هذا وياها صاب ونفسي. اي دلزمة هاي وحده الك وهاي الخلطه الك واستخدميها وخابريني دورة 3 ايام 5 خابريني راح ينقلب هذا الوجه. لا اخذها راح احط لك الرقم مالتهم خاف تخلص عندك وحساباتهم وخابري وما راح اقصر وياك. بلغني شوف هاي العده. هاي العده اللي جابوها هي لك ادري بها بس امي هم وجهها تعبان. تعال